قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قسم حياتك إلى ملفات ثم خذ هذه الورقة الصغيرة أو بالجوال وتسجل عندك القائمة الملف الروحي. وش عندي اليوم؟ عندي والله قراءة قرآن 3 صفحات، عندي نص جزء، عندي جزء من القرآن. أنت عاد كل واحد والمستوى الإيماني الذي وصل إليه، لكن لا ترهق نفسك، ابدأ بحبة حبة حتى لا خير العمل أدومه عن قلب. عندك مثلا أنت ملزم نفسك خلال 6 شهور أنك تحافظ على تكبيرة الإحرام، ملزم نفسك مثلا 6 شهور أنك تصلي 3 ركعات بعد صلاة العشاء. أمشي مع نفسك تسجل عندي 3 ركعات وقرآن كذا. ملف الأسري عندي الأولاد اليوم والله موعدهم بالموضوع الفلاني. الملف العباد، الملف الوظيفي عندي اليوم المعاملة الفلانية لازم تنتهي. الملف الدعوي عندي الموضوع الفلاني. الملف الصحي والله عندي مشي مدة نصف ساعة في اليوم. الملف وهكذا، كل ملفاتك تمر عليها وتسجل. كل ما انتهيت من واحدة تضغط مسح، تمسح تمسح أو بالورقة تشطب عليها. ستجد أنك بعد فترة أنك بدأت تتبرمج، لأنهم يثبتون أهل الدورات يثبتون بأن أي عادة تستطيع تغيرها خلال 21 يوم بالضبط. أنا تأملت في الكلام كثير، ليش 21 يوم بالضبط؟ في السنة موجود الكلام هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة الجمعة 3 مرات هذه الجمعة ختم الله على قلبه. 3 مرات يعني 21 يوم صح؟ خلاص إذا قدرت تترك الجمعة 3 مرات وربعة ما فيك خير. فأنت إذا برمجت نفسك بهذه الطريقة وتعودت عليها بعد فترة ستجد أن حياتك كلها متوازنة، كل حياتك متوازنة، وستجد أنك أعطيت كل ذي حق حقه، وستجد أيضا أن كل من حولك قد رضي عنك. بل سبحان الله تجد بأن أنك قد انتزعت كما ذكرنا إعجاب الآخرين، أن حياتك متسقة متناسقة متوازنة، قد استطعت أن تمازج بين هذا وبين هذا وبين هذا وبين ذاك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص لنا ولكم القصد، ونسأله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا سويا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا تحت ظل عرشه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولاة هذه البلاد وأن يقيض لهم البطانة الصالحة تدلهم على الخير وتحضهم عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمر هذه البلاد وأن يكشف له وجوه الحقائق وأن يأخذ بيده في المضائق. وأشكر لكم شكرا جزيلا، وأطلب الله سبحانه وتعالى أن يعظم لكم الأجر والمثوبة على حسن استضافتكم وكرمكم يا أهل الكويت. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.